ابنا لما بيروحوا النوادي وكده، اه وخصوصا الاولاد الصغيرين، بيبقى فيه عنف وزق والعاب عنيفه اه وتصادم ووقعات، كلها الحقيقه بتؤدي الى كوارث في بعض الاحيان. طيب ايه اخطر الاصابات بقى اللي ممكن يتعرض لها الاولاد؟ طيب هو طبعا اولا يعني ان هو فعلا زي ما حضرتكم بتقولوا كله جري ولعب وتخبيط وبتاع، بس بليز ما تحرمهمش من الموضوع ده يا جماعه. يعني طبعا كثير أكيد. يعني قليل من الحركه كده وبتاع، ونتحمل المخاطره بالخبطات والضربات احسن كتير جدا من القعده في البيوت زي ما حضرتك كنت بتقولي وتك تك 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 تك. طبعا فده شيء مهم جدا. طبعا. لكن طبعا كلنا معرضين للاصابات، كبار وصغار وفي النادي وفي غيره. اخطرها طبعا بتبقى لو حاجات متعلقه لا قدر الله باصابات الراس او العمود الفقري. كمان الاطفال في السن الصغيرين ممكن مع خبطات البطن ممكن بعد الشر تؤدي الى اصابات داخليه، تحديدا ان الطحال ممكن عند الاطفال بسرعه يتاثر. غير لكن طبعا من رحمه ربنا ان الاطفال بيبقى جسمهم مرن كتير عندنا، ما عندهمش بقى تصلب شرايين ولا هشاشه ولا بتاع، فبيقدروا يتحملوا الخبطات اكتر، بيبقى يعني ما بنخافش عليهم قوي الا بس لو لا قدر الله زي ما قلت لحضراتكم كده لو الاصابات شديده بزياده يعني. طب هل في اصابات معينه لازم ساعتها اخلي بالي وابتدي اعمل مثلا زي امتحان معين؟ يعني لنفترض مثلا اصابه في الراس، بالزبط. ان الطفل وقع على راسه، بالزبط. يعني انا فاكره مثلا في مره ابني وهو كان لسه يعني طفل رضيع ووقع من على السرير على الارض وخبط راسه، فالمفروض ان الام تتصرف ازاي؟ طيب هو ده سؤال طبعا ممتاز. اولا دونت بانيك، مش لازم نجري ونتخض وتاخذنا الحميه، الموضوع بهدوء عشان ده كمان ما ينعكسش على الطفل. اصابات الراس زي ما كنا بنقول الاطفال بيبقى لسه جسمهم مرن، ما فيش تصلب شرايين او كده، فبيستحملوا الخبطات بصوره اكبر. يعني ممكن نفس الخبطه دي في حد كبير في السن بعد الشر تعمل له نزيف في المخ، لكن الحاجات دي في الاطفال بتبقى نادره. لكن بنخاف من ايه؟ امتى نقلق زي ما حضرتك كنت بتقولي كده واروح لدكتور؟ هل في مؤشرات معينه؟ بالظبط كده، احنا عندنا ثلاث حاجات اللي هم بنسميهم علامات الخطوره بعد ما حد يتخبط في راسه كبير او صغير. اللي احنا بنقول عليه ارتجاج في المخ، اللي هم ايه؟ ان حد يفقد الوعي بعد الخبطه، ان حد يرجع بعد الخبطه ديت، ان هو يحصل له لا قدر الله تشنجات. وجود العلامات ديت بتعرفنا ان كده لا ده كده اسمه ارتجاج في المخ، انا كده لازم ان انا اروح لمستشفى، دكتور اللي موجود هيقيم الامور، وغالبا هنحتاج ان احنا نعمل أشعة مقطعية على الرأس وممكن فقرات الرقبة كمان على حسب رؤية الدكتور علشان يقول لنا إذا كان فعلا في إصابة أو لا أو محتاجين علاج أو لا. لكن إن شاء الله عادة بتبقى الأمور بسيطة، لكن دي زي ما بنقول كده علامات الخطورة، لا أنا أروح لدكتور وهو يقول لي أنا أعمل إيه. دكتور عبد الله، يعني أنا كنت عندي أخت كده مشاكسة قوي وهي صغيرة وبتلعب وتعمل كل حاجة، فواقفة على البلكونة في الدور أول، واقفة على البلكونة في الإسكندرية في مصر يعني، وقعت من البلكونة من السور اتشعلقت عليه وقعت ونزلت في الجنينة تحت، لسانها اتقطع. تتصوري لسانها اتقطع، ورغم كده يعني لحد ربنا يعني ما افتكرها كانت بتسعين لسان فعلا. الطفل فعلا ممكن لسانه يتقطع ويرجع تاني؟ طيب هو عشان هو لسان الفكره في ايه؟ ان جسمنا كله متجدد وفي حاجات معينه ما بتتجددش. يعني الجهاز العصبي المركزي اللي هو المخ والنخاع الشوكي لا ده ما بيتجددش، ده لو لا قدر الله حصل فيه اصابه مش هترجع. لكن في اجزاء في جسمنا بتتجدد بسرعه قويه جدا، زي اهمهم الاغشيه المخاطيه اللي هو الغشاء المبطن للبق واللسان والحاجات دي لحد الجهاز الهضمي، لدرجه ان احنا بنقول ان الغشاء المبطن للجهاز الهضمي ده بيتغير بالكامل خلال اسبوع. بيتغير كل اسبوع غيره كل اسبوع كل اسبوع. لكن في حاجات ما بتتجددش. ممكن ان الاصابات هنا ما حد يعور لسانه او يقطع لسانه او كده، ممكن على حسب رؤيه الدكتور ان هو يخيطه او ما يخيطوش، هو بيخف ويخف بسرعه كويس جدا. طب حاجه غريبه قوي الحقيقه، لان الواحد لو لسانه اتقطع دلوقتي عمره ما هيرجع، مش كده؟ ده اللي مرتبط بسرعه فعلا. الدكاتره دلوقتي بيقولوا فعلا، بيقولوا ان دي اكتر حته بتنزف واسرع حته بتلئم. بتخف لان هو معامل التجدد بتاعها عالي جدا. طب يا دكتور، في برضو أولاد كتيرة من برضو اللعب العنيف والحاجات دي بيحصلهم نزيف من المناخير، نوقفه إزاي؟ طيب هو ده، لأن في مدرستين، في ناس يقولك رجع راسك لورا والحاجات دي وحط التلج، وفي ناس تقول لأ. طيب
طيب هي دي مشكله شائعه جدا وبتنتج فعلا مع اصابات بسيطه او ممكن تحدث لاسباب اخرى في الكبار برضه او في الصغار زي ارتفاع درجه الحراره عاليه ممكن تعمل كده، لو حد ضغط الدم عنده عالي ممكن يعمل كده، لو واحد عنده التهابات في الانف او مثلا حد بيستخدم اعواد تنظيف حاجه زي كده ممكن تعمل نزيف. فدي هي مشكله شائعه. طيب علاجها ايه؟ ان انا بعمل بسبعين الاثنين بعمل بنشنج، بمسك اللي هو الغضروف بتاع الانف مش العض، بمسك الغضروف بتاع الانف وبميل لقدام ثلاث دقائق. يعني العكس. ايوه ما انا هقول لحضرتك، هو بقى انت قلت المعلومه دي. احنا اما بنرجع راسنا لورا ففي احتماليه ان الدم اللي بينزل ده ينزل على الجهاز التنفسي بتاعي يخليني اشرق. فانا بميل لقدام وبمسك ب 70 الاثنين الجزء الغضروفي من الانف لمده ثلاث دقائق علشان الدم يقف. مش امسك وكل شويه اشيل اشوف الدم وقف ولا لا، اشيل. ما هو انت كل ما جلطه دمويه صغيره تتكون تقوم انت تشيل تقوم نازفه تاني. فبنصبر ثلاث دقائق، خاصه كمان ايه؟ بيبقى في دم متجمع جوه. طبعا. فانت ممكن تشيل صبعك تلاقي الدم نازل، هو ممكن يكون النزيف وقف. بس الدم اللي متخزن جوه هو اللي بينزل. فما فيش داعي خالص ان انا بميل لقدام بمسك الانف الحاجه الجزء الغضروفي وبميل لقدام. الغضروفي اللي هو اللي فوق اللي هو الطري ده، الجزء الطري اللي فوق ده عضو تمسك فيه مش هيعمل حاجه. خلاص وبميل لقدام ثلاث دقائق لحد اما اسيب فرصه للنزيف يقف. استخدام الكمادات البارده ده كويس جدا. التلج ما بنحبوش قوي لان التلج على الجلد ممكن هو يتعب الجلد ذات نفسه. لكن ممكن نستخدم كمادات بارده او لو حته التلج احطها الفها في منديل قطن او حاجه زي كده بحيث ان هو يخفف البروده بتاعته واحطها. ودي على فكره طريقه التعامل مع اي جرح عموما، اي حد اتخبط في راسه وفي ايده وفي رجله اتعور. دي هي الطريقه المثاليه دي ان انا اعمل ضغط على الجزء اللي بينزف. ضغط على الجزء اللي بينزف، ممكن استخدم يعني حتى لو كان على ايدي اعمل ضغط اضغط كده واحط كمادات. احط كمادات ميه بارده. بس مش مطلوب منك اكتر من كده، ممكن طبعا لو في ايدينا ممكن ارفعها فوق مستوى القلب علشان خاطر اقلل كميه الدم اللي رايحه. واغيب ضاغط لمده ثلاث دقائق. مش صح ان انا كل شويه اشيل ايدي عشان زي ما قلت كده كل جلطه دمويه هتتكون بتاخد وقت، فما ينفعش اشيل فتقوم ايه متشاله تزود لي النزيف. ده انا بصي ايدي بصي عامله لحد دلوقتي، بصي عامله ازاي؟ عشان انا طول انا اصلي متخصصه. يعني في ناس عندها دبلوم مثلا في ايه في مش عارفه الحركه الثقافيه، انا بقى عندي ماجستير ودكتوراه في الوقوع بلا طول النهار انا واقعه في الارض. سلامتك يا استاذه سلسة الف سلامه. يعني انا اتعالجت غلط بصراحه، يعني لانها بص شافت ايه مع انها بقى لها اكتر من شهر سابت بروز هنا. اللي انا عايزه اقوله ايه، انه الواحد في الحاله دي انا لقيت في دم هنا واتقطع جلدي وبتاع، ارفع ايدي ها لفوق بس مكتومه، يعني لازم مضغوطه كده وارفع ايدي.